بكم مشاهدي انفاس فخاس، رجعنا لكم في لقاء خاص اللي جمعنا بالسيد عبد الله وهي رئيس جمعيه حراس السيارات. اهلا بك سيد عبد الله. اهلا بك. في الاول غنبداو بالمشاكل اللي كيعيشها القطاع ديال حراس السيارات. اولا بغينا نعرفوا واش هذه ممكن نعتبروها مهنه، حراسه السيارات واش ممكن نعتبروها مهنه؟ حراسه مهنه ولو انها غير مقننه او مهيكله، ولكن مهنه لان الظاهر ديالها هو امامي. الجمعيه الوطنيه للحراس اللاليين بالمغرب، المهم اللي عند الظاهر ديالها وهو الرقم اللي كي 10/22/206 الصادر بتاريخ 12 جمادى الاول 1423 الموافق 23 يوليو 2002، والقانون الصادر الرقم 75 الصادر والمثمن بالظاهر الشريف الرقم 15/83/7 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأول 1958 الموافق 15 يوليو 1958، لأن هذا مهنة ما دام أن هذا القانون وهذا الظاهر هذا كتصدر كتسمى بمثابة انها مهنه. ولكن شنو السبب ديال العشوائيه اللي كتعيشها اللي كيعيشها هذا القطاع مادام هي مهنه ومصنفه يعني بورق رسمي انها مهنه؟ فكنشوف واحد العشوائيه، ما كاينش واحد التنظيم للقطاع، وكاينه واحد العبثيه مطلقه اللي كتعيق التطور ديال هذه المهنه وكتعيق حتى الناس، حتى المواطنين ما فاهمينش، باقي ما فاهمينش واش هي مهنه ولا ماشي مهنه، وباقي كاين واحد الضبابيه في المشهد. سيد عبد الله، المهنة بأنها هي صادرة من الدستور ديال المملكة، ولكن هاد الناس اللي كيتعيشوا في هاد القطاع هذا ما كيبادروش باش يكونوا جمعيات ولا يكون يديروا واحد النقابة اللي غادي تهيكل من هاد القطاع هذا وغادي يخرج الوجود. مادام ان بان الجماعة هي اللي كتعطيك الرخصة، الناس كيهضروا بديك الرخصة هي اللي باش كيخدموا فقط، هي اللي كاينة. ولكن ماشي كاين بعض الناس اللي غير متطفلين لهذا الميدان، فولينا ما بقاوش الناس كيعرفوا شكون هما الحراس اللي يعني مخول لهم انهم يقوموا بهذه المهمه، وبين اللي غير كيرتديوا داك الجيلي وكيبداو يحرسوا في السيارات ولا ما كيحرسوهمش، غير كنعرفوهم غير في الوقت ديال الاداء. الناس اللي مخول لهم باش يعملوا في هذه المهنه هذه الناس اللي كيجيبوا الرخصه من الجماعة أو المقاطعة اللي مكلفة بالمنطقة ديالو. مادام أن كيكون عنده دوك الرخصة وكيكون عنده واحد البادج، هذاك تيتسمى حارس، ماشي أي واحد جاي لابس الجيلي وكيسترزق من هذيك المهنة وتيقول حارس. ولكن هذا الإشكال كيبقى من السلطات، لأن هي اللي خصها تخرج ودير الحملة. وهذا العبد المذنب اللي كيهضر أنا وياك، كنت أنا هضرت مع عدة القيود تنقول لهم اودي خصها تكون واحد الحمله، وغادي نبداو نسولوا الناس هذوك الحراس اللي في الشارع واش عندك الرخصه، اللي ما عندوش خصكم تحيدوه، فهمتي؟ وحتى حنا نقدروا نساعدوا نمشوا حنا نخرجوا ليه الرخصه ديالو حتى ويطرد، حنا ما ضد حتى واحد، هذا هو اللي كاين. وكاين بزاف ديال الحملات اللي داروا ضدكم، داروهم المواطنين ضد حراس السيارات، واللي حملت بزاف ديال الاسماء، مثلا قهرتونا، ما عندكش الباج، مثل هاد الحملات هادو. شنو السبب اللي خلى المواطنين انهم يديروهم؟ هذاك الكلام ديال الفيسبوك وديال بعض المواقع انا ما كنامنش به، انا اللي كنامن به هو القانون. هذاك المواطن الحمد لله حنا ماشي في الدولة ديال السيبة، حنا في دولة الحق والقانون. مادام ان واحد السيد كيبتزني، كاين إدارة الأمن، كاين الدوائر ديال القيود، كاين عدة الأشياء، كاين الجماعة اللي كتعطي الرخصة، نمشي هذاك السيد ندعيه. مادام ان هذا السيد ما عندوش الرخصة، فهمتي، السلطات خصها تدير مع إجراءات. ولكن إنسان اللي مشى خرج الرخصه ديالو وكيدي عليه واحد الواجب، لان كل شهر كتدي 180 درهم 180 درهم كيخلص هذا الحارس اللي عنده الرخصه ديالو، كيديها كتجيبها للجماعه، وخص حتى هو خصو يدير الرزق ديالو. ولكن هذوك الناس اللي كيلبس الجيلي وكيستغل الناس كيبتزهم، خص يكون واحد القانون جدري
باش ضرب يد من الحديد من هذوك الناس هذوك. السيد عبد الله انت مع التقنين ديال هذه المهنه والتحديد ديال التسعيرات بعدا، لان الاستغلال كيجي من غياب التحديد ديال التسعيرات. انا مع التقنين ومع هيكله القطاع ومع القانون، كل ما اتى بالقانون وطبقوه. ثانيا التسعيره، انا تفضلتي قبل ما ندخلوا لهذا التسجيل هذا وقلت لي واحد الموضوع اللي عجبني بزاف، لان لقيتك بعد انت بحثي، ماشي بحال الناس اللي كيخرجوا في المواقع ولا اللي كيخرجوا في بعض الاذاعات وكيهضروا بدون ما يمشيوش يديروا البحث. انت اولا كنشكرك شكر جزيل لان درتي البحث، لان داك الهضره اللي قلتي لي كاينه. اولا كاين العربات والدراجه العاديه درهم بالنهار، هذا كنهضر لك بدرهم. كان هذيك الدراجة النارية جوج دراهم، كانت السيارة طوموبيل ثلاثة دراهم، وكان الشاحنة والحافلة بخمسة دراهم. ولكن في الليل كيتضوبل، مادام أن الدراجة النارية بالنهار ثلاثة دراهم، بالليل كتولي ستة دراهم، الشاحنة كتولي عشرة دراهم، وهذا قانون في المجلس المدينة. وأنا كنشكرك ملي طحتي لهذا السؤال، لأن إنسان قبل ما يهضر في واحد الموضوع خصها تكون عنده يكون عنده المصادر باش يهضر، ماشي غير يجي ويهضر. لان هذاك الحارس حنا ماشي في الغابه، هذاك اللي جاي لذاك الشارع لا ديال الليل لا ديال النهار، ماشي في الغابه يجي ويتطفل عليك يتسعدى عليك ويدي لك رزقك بالزز. لان كاين قانون كما قلت لك، كاين الرخص كيتعطاو في الجامعات اللي تابعين للدار. انا كنهضر على الدار البيضاء، كاين مجلس المدينه هي اللي كتحكم في ذاك الجامعات كامله، هي اللي كتعطيهم التفويض، لان اي رخصه كتصدر من شي جامعه راه كتكون في المجلس المدينه. حنا ما كرهناش كما قلت لك قبل ما تبدا التسجيل يكون واحد واحد مثلا تسعيره من الجامعه، حنا اللي فصلوه وخيطوه لبسلو حنايا. حنا ما كنطلبوا الا باش نعيشوا ويطبق القانون، يدير واحد تذكيره. مثلا انا كتوقف عندي مثلا تمشي للبنكة ولا تمشي للقهوه ولا شغل داك الشيء، كتحط عندي الدراجه ديك ولا السياره ديك، كنعطيك ديك التسعيره كتخلصني، ما تناقش معايا ما تناقش معاك. ما هذوك الناس اللي كيطفلوا تيقولوا هادي تيقولوا لنا 10 درهم ولا 5 درهم، انا كنقول لي ما يعطيش. وكاين بعض الناس اخرين سي عبد الله كيقول لك كيتهموكم انكم كتستغلوا المكلا، شنو تبغي تقول لهم؟ كيما جاوبتك فهاد السؤال الاولاني غنجاوبك في الثاني. ما كاينش استغلال الملك العام بالفوضى. حنا كنمشيو كنتبعوا الطلب للرئيس ديال المقاطعه اللي كنتموا ليها، كنديروا الطلب بانني ملي كنلقى ديك البلاصه اللي غادي ندير فيها حراسه بالسميه ديالها بالموقع ديالها، كندير الطلب الرئيس، كندير ليه الطلب. ملي كدير الطلب الرئيسي من الجماعه كيمشي للمقاطعه، انا غير باش الناس يعرف كيمشي للمقاطعه، انا غنعطيك الديتاي بالديتاي. كيمشي للمقاطعه، كيمشي وكيديروا البحث، كيمشيو البحث في ديك البلاصه، ياك ما فيه شي حارس اخر ياك ما فيه شي حاجه، عاد كيرجع البحث للمقاطعه. ملي كيرجع البحث للمقاطعه، غير باش الاخوه المشاهدين علاش كما قلت لك بنادم خصو يبحث، ملي كيرجع البحث للمقاطعه كيقول لك سيدي غادي تجيب لنا حسن سيره في كوميساريا، كتجيب لها سيدي عدم الشغل بانك راك ما خدامش، كتجيب لها سيدي شهاده الحياه الجماعيه، جوج فوتوكوبير ديال لاكارت وجوج تصاور، عاد باش كتعطيك الرخصه. لان ملي كتصوب لك ديك الرخصه راه كتمشي النسخه ديالها لولايه الامن وكتمشي للعماله، باش هذاك الحارس الا دار شي حاجه في ديك البلاصه راه كتحمل مسؤوليه ويقدروا يطبقوا عليه. وهنا راه عندي كلشي، هنا راه كلشي قدامك هو كاين هنا. ونبغيو نختموا اللقاء ديالنا بالاشاره لما يدعى بالصابو او ما يعرف بالصابو. هذا الصابو اللي هو احنا كنا كنعرفوا انه غير قانوني، فبغينا نعرفوا مادام هو غير قانوني علاش مازال كنشوفوه حتى لحد الان. هذا السؤال ما كيتخولش لي نجاوب عليه، لان هذيك الشركات بوحدهم احنا حراس، حنا حراس بوحدنا، عندنا الترخيص ديالنا بوحدنا، وهذوك راه الشركات، يعني الشركات هما اللي مسؤولين على هذاك. تيدز في المزاد العلاني، هذاك تيدز في المزاد العلاني،
عاد باش كياخذوا هذاك اللي كيستغل هذاك الشارع. انا هذا خصكم تطرحوا السؤال مثلا على المجلس المدينه ولا تجيبوا شي واحد من هاد الشركه هما اللي طرحوا لنا. انا طرح عليه السؤال اللي كيخص الحراس هادو اللي كيقول لك اسيدي كيطفلوا وعشوائيين. انا في هذا اللقاء هذا راه عطيتك المصدر كيفاش وغادي نخلي لك حتى النسخ باش اي واحد كتخول لي نفسه باش يطول على هاد الحراس هادو اللي ما كيقلبوا الا لياقوت اليومي للاسر ديالهم. راه كاين الحارس اللي مسكين اللي كيجري على 10 الناس، كاين اللي كيجري على 6 الناس. الا جينا حنا هاد الناس نحيدهم في هاد الشوارع نزيدوا عله على وحده اخرى. خص الدوله، انا ما كرهتش باش نختم، انا ما كرهتش باش يكون واحد قانون ويتقنن هذا. الجماعه هي تكلف كما كاين في الدول، لان راه غتبحثي في الدول راه تركيا وصلت بهم حتى عطاو السلاح للحارس، لان هاد الحارس راه عيون الخفر كيلعب واحد الدور ما كيلعبوش الامني. هاد الحارس في امني، في حارس السيارات، كيحضي الناس اللي كيمشيو للعمل ديالهم، من اكثريه النساء اللي كيخرجوا مع الربع الصباح 5 الصباح ملي كيتطفى الضو في الزنقه، هاد الحارس هو اللي كيقوم بالمبادره. ملي كتقطع الماء، ملي كتشعل العافيه، ملي كتكون شي حاجه، الحارس هو اللي كيبقى في الواجهه. وهاد الناس وخص الدوله خصها تشوف من الحاله ديال هاد الحارس هذا. شكرا لك سي عبد الله. شكرا جزيلا. وهكا مشاهدينا وصلنا لنهايه لقائنا اليوم، على امل لقائكم في لقاء جاي ان شاء الله مع ضيف جديد.